انا احب اقول للناس اللي ما عندها شيء وبد ممكن عندها فكره وممكن قاعده تبدا من الصفر، قاعد اقول لك اول شيء سكر ودانك، لان الناس المحيطين فيك ممكن حتى 1% ما تحصله يشجعك. اذا ممكن اقرب الناس اليك راح يقول لك لا تسوي هالشيء ولا تسوي هالشيء، لان نحن كبرنا في بيئتنا، ما كبرنا عندنا مثلا والدين او اخواننا يشجعونا نسوي اشياء لوحدنا، دائما عندنا خوف المهنه، خوف فقدان الوظيفه، خوف فقدان الاشياء اللي بايدينا. بس اقول لك اذا عندك كاس بين ايديك مش ممكن تاخذ كاس ثاني الا اذا نزلت الكاس الاول. فاقول لك ركز على نفسك، واذا عندك رساله صحيحه وصلها بدون ما تفكر في اي واحد راح تنجح، الا اذا كنت تشك في نفسك فهذا راح يكون عندك عائق.